السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل حكايتنا المشوقة من حكايات كيدنسة، قصة بنت النجار. وقبل من نكمل أحداثها، صلوا على نبينا المختار سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. السلطان يا سيادنا خلاه الحنق والغضب ينتقم من بنت النجار، ويأمر حراسه باش يحفروا مطمورة في حديقة قصرها ونزلها فيها. وقف على حافة المطمورة وقال لها: بنت النجار. قالت له: نعم. قال لها: كيدنسى يغلب أو كيدرجع؟ قالت له: بالطبع كيدنسى. هنا قال لها: ايوا بقاي تما حتى تعرفي كيدمن اللي يغلب، وأمر خدام قصرها باش حتى واحد ما يقرب ليها أو يخرجها من المطمورة اللي حكم تقضي عمرها كامل فيها. بنت النجار يا سيادنا غير خرج السلطان من قصرها، وهي نادت على حراسها، جاوا لعندها وكلفتهم يحفروا نفق يوصل بين المطمورة وغرفتها. منين يجي السلطان يشوفها تكون في المطمورة وتبقى على لبستها الرثة المبهدلة، وغير يخرج تدخل قصرها وتمتع بحياة الرفاهية اللي متعودة عليها. وحد النهار سمعوا جواسيسها باللي السلطان خارج في رحلة صيد لبلاد بعيدة، كلفتهم يجيبوا لها الخبر بالتفصيل المميل فين مكان الصيد والمدة اللي مقرر يبقاها فيها. وقبل ما ينطلق السلطان في رحلته جاء عندها وسألها: كيدنسى يغلب أو كيدير رجال؟ قالت له: كيدنسى. هنا السلطان قال لها: إيوا غادي يجي نهار اللي تستسلمي فيها بنت النجار. وغير خرج من قصرها وهي انطلقت المكان اللي كان السلطان ماشي يقضي فيه رحلة الصيد، مدينة صور، وخدات معها كل ما يلزمها من مؤونة وملبس وخيام الأيام الصيد. وصل السلطان مع حاشيته لمدينة صور، وبداوا ينصبوا خيامهم ويوفروا للسلطان سبل الراحة والاستجمام. السلطان يا سيادنا كان يحلال ويتمشى في الطبيعة الخلابة، وحد النهار وجد قدامه بنية يفرقة والجمال، تعرف عليها وعجبوا حسنها وجمالها وسرعة البديهة وذكائها، ومع الأيام عرض عليها الزواج وهي قبلات، ولكن بشرط غريب عرضاته عليه. قالت له: الزواجنا يا مولاي يكون فقط في هذه الفترة لظروف خاصة ما نقدرش نبوح بها. وهكذا كان اتزوج السلطان بها، وكانت أجمل أيام قضاها معها في مدينة صور. ويوم الفراق اهداها منديل منقوش عليه الختم السلطاني، حيث طلبت منه ذكرى تفكرها بالأيام الجميلة اللي قضتها معه. السلطان رجع لقصره، والغد ليه مشى يشوف بنت النجار ويتأكد باللي عقابه ليها ساري المفعول مازال. شاف فيها بنظرة التشفي وقال لها: كيدنسى يغلب أو كيد رجال؟ قالت له بكل إصرار وتحدي: كيدنسى. هنا قال لها: أبقاي تم وشوفي العناد فين غادي يوصلك. بنت النجار يا سيادنا مع الوقت كبرات بطنها، وحاولت في كل زيارات السلطان لها تخفيها، حتى يوم اللي ولدات وجاب الطفل سبحان من صوره، وسماته صور على المدينة اللي تزوجت فيها السلطان. والعام الثاني علموها جواسيسها باللي رحلة الصيد الجاية غادي تكون في مدينة صدور، وهكذا
سبقات بنت النجار ليها وغيرت مشكلها وهيئتها حتى من نبرة صوتها نوعت فيها، وكانت تعارف التاني بينها وبين السلطان اللي عرض عليها الزواج، وهي طبعا قبلت وبنفس الشرط، مدة الزواج محدودة بشهور رحلة الصيد، وبعدها كل واحد يرجع لبلاده. وهكذا كان السلطان تغرم بها، وكان صعيب عليه فراقها، وهي كيف العادة طلبت منه تذكار يبقى دائما معاها. وهنا هداها خنجر منقوش عليه الختم السلطاني. بنت النجار رجعت لقصرها، والسلطان كيف العادة زارها وتشفى فيها، ومضات الشهور وولدات طفل تاني سماته دور. وبعد مدة طويلة يا سيدنا السلطان اشتاق لأيام السفر ورحلة الصيد، هنا قرر يزور مدينة حمامة القصور. وقبل ما يحط قدامه فيها كانت بنت النجار سبقاته وهي وحشيتها ليها، وهنا جاتوا بصيفة تفوقت بها على الصيفات اللي شافها من قبل بها، زادت زيانت وتحلات وتفنت في اختيار اللباس والعطور والحلي اللي تفتن السلطان بها، مع حلاوة الحديث ورقة المعاملة ملكت قلبه وخلاته يتزوج بها، وعاش أيام رحلة الصيد معها فرح وسعادة. ولكن الشرط اللي قالته في المرتين اللي سبقوا أبقى هو نفس الشرط، الفراق في آخر يوم في رحلة الصيد، والسلطان قبل بشرطها، وكانت هديته ليها قلادة محفور عليها اسمه بختم السلطان. وكيف العادة قبل ما يغادر مكانه مدينة حمامة القصور، كانت بنت النجار رجعت لقصرها ونزلت لمطمرتها، والغد ليه جاها والتكبر والغرور مالي نفسه، وقال لها كيد نسى يغلب أو كيد رجال. جاوبته بكل إصرار كيد نسى، هنا قال لها إيوا كملي حياتك في مطمورتك، هادي نهاية اللي واجه السلطان ويعارض كلامه. السلطان يا سيادنا غاب على قصر بنت النجار مدة طويلة، وهي في هذيك الفترة ولدت طفلة جميلة سماتها لالا حمامة القصور. عاشت بنت النجار مع ولادها فرحة البال والهناء حتى اليوم اللي قالوا لها جواسيسها السلطان قرر يتزوج، والخادم بداو يقادوا الزينة في القصر. هنا بنت النجار لبست ولادها صور ودور، ولا لحمامة القصور أحسن لبسة، وعقدت الصور على عنق المنديل اللي عليه ختم السلطان، وابنها دور علقت على حزامه الخنجر اللي عليه اسم السلطان، ولا لحمامة القصور علقت لها القلادة على عنقها، ووصاتهم يمشيوا لقصر السلطان ويقطعوا الزينة اللي الخادم عملوها، وقالت لهم منين يحاولوا يمنعوكم قولوا صور أدور ألا اللحمامة القصور، القصر قصربونا والخدم يطردونا. وهكذا كان دخلوا وولاد بنت النجار لقصر السلطان، صور امشار مال مخد في الأرض، ودور جر الزينة من على أسوار القصر وقطعهم، ولا اللحمة مثل القصور أرمات كل الورد اللي مزين المزهريات في الأرض. هنا جاوهم الخدام وحاولوا يمنعوهم، وملكهم الدهشة من تصرفاتهم، وبداو يصرخوا أولاد بنت النجار في وجههم
ويقولوا أدور أصور ألا اللحمة القصور قصر قصربونا والخدم يطردونا. هنا الخدم خداهم حتى لعند السلطان وقالوا له هاد الأطفال جاوا يفسدوا الزينة ديال القصر وكلامهم غريب، يقولوا القصر قصربونا والخدم يطردونا. السلطان انزل من كرسي العرش لعندهم، وهنا المحمن ديلو معقود على عنق الطفل صور، سألوا على اسمه قال له صور. زاد عند الطفل الصغر منه، شاف الخنجر ديالو معلق على حزامه، سألوا على اسمه قال له دور. وقرب من البنية الصغيرة ولمح على عنقها القلادة ديالو، اسألها على اسمها قالت له أنا لالا حمامة القصور. السلطان اسألهم شكون أمكم، جاوبوه كاملين أمنا هي بنت النجار. السلطان وقف مكانه والدهشة خرصت لسانه، وبعد ما تمالك نفسه أرسل حراسه يجيبوا بنت النجار في اللحظة والحين. وهكذا كان، دخلت عليه بنت النجار ومشى ولادها يجريوا لعندها يحكيوا لها اش عملوا الخادم فيها. هنا سألها السلطان شكون هادو، قالت له ولادك وانا هي المرأة اللي تزوجت بها 3 مرات في 3 مدن وجيتك بثلاث صفات. السلطان ما قدرش يستوعب كلامها وصرخ في وجهها وقال لها شوف يا بنت النجار، خودي اللي عجبك في قصري وما نشوفش وجهك تاني. بنت النجار مسحت الدمعة نزلت على خدها وقالت له متفقة معاك، ولكن عندي طلب واحد قبل ما نمشي وناخد من القصر اللي عجبني. قال لها اش بغيتي قولي، قالت له نعملو كاس الفراقة مولاي السلطان. هنا السلطان استدعى الخادم وطلب يجيبوا 2 كيسان عصير الرمان، وقال لهم يجيبوا صندوق كبير لبنت النجار تاخد فيه ما تشهات نفسها من قصره. جابوا الخادم الصندوق وحطوا كيسان العصير. هنا بنت النجار عملت قطيرات من المنوم في كاس السلطان وعطاته وشربه. ايوا يا سيادنا، بنت النجار والسلطان شربوا كاس الفراق شويه، ونادت الحراس يحمل الصندوق اللي حطت فيه كل ما عجبها في قصر السلطان. حطوا الخدم الصندوق في غرفتها الخاصه، وهي غيرت لبستها واختارت اخر لبسه شافها بها السلطان في رحلة الصيد في مدينة حمامة القصور. شوية وسمعت الحركة في داخل الصندوق، فتحاته وخرج منه السلطان بداته والدهشة غلبته. قال لها عاد ما خرجتيش من قصري، قلت لك خودي اللي بغيتي وما تورينيش وجهك مازال. هنا قالت له أنا خديت مولاي السلطان اللي بغيته من قصرك، وانت الآن عندي في غرفتي. وهنا دخلوا عليه ولاده. بنت النجار حكيت له على الحيلة اللي دارتها به، وهنا عرف باللي طول هاد السنين كانت خدعته. السلطان انباهر بذكائها وعرف باللي كي تنسى ما يقدر حد يتحداه، وقاموا الفراح في القصر السلطان، وعاشت بنت النجار والسلطان وولادهم سور ودور ولا لحمامة القصور في سعادة وهناء. ومشات حكايتي من واد الواد، وبقيت أنا مع الناس الجواد.